السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أحب أشكر المشتركين في القناة وبشكر أصحاب التعليقات الجميلة سواء شكر أو نقد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، أهلا بكم في تقرير جديد عن سيارة جديدة في السوق المصري. النهاردة نتكلم عن شركة جديدة أول مرة تدخل السوق المصري. الشركة اسمها سواست، الشركة صينية بمشاركة مع شركة ميتسوبيشي اليابانية بنسبة 25%. وقدمت الشركة سيارتين، السيارة الأولى هي DX3 والسيارة الثانية هي DX7. وفي هذا التقرير سنتحدث عن السيارة الأولى DX3 على أن نتناول السيارة الثانية DX7 في تقرير آخر. جاءت أسعار سيارة DX3 في مصر بالفئة الأولى مانوال بقيمة 235,000 جنيه، قدرت الفئة الثانية أوتوماتيك بنحو 265,000 جنيه، وسعرت الفئة الثالثة بقيمة 340,000 جنيه. قدمت الشركة إصدارين من المحركات، المحرك الأول للمانوال هو رباعي الإسطوانات سعة 1500 سي سي ليولد قوة 120 حصان وعزم أقصى للدوران 143 نيوتن للمتر معتمدا على ناقل حركة من 8 سرعات. أما الإصدار الثاني فمزود بمحرك مكون من 4 إسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو ليعطي قوة 156 حصان وعزم أقصى للدوران 225 نيوتن للمتر مزودة بناقل حركة خماسي السرعات أوتوماتيك. أما فيما يخص الأبعاد الخارجية فطول السيارة يبلغ 4.3 متر والعرض 1.8 متر، أما الارتفاع فيبلغ 1.6 متر، سعة الشنطة الخلفية 500 لتر. أما عن مواصفات السيارة فزودت سيارات سواست DX3 موديل 2020 بالعديد من المواصفات القياسية ووسائل الأمان والسلامة، ومنها الوسائد الهوائية ونظام الفرامل المانع للانغلاق EBS ونظام توزيع إلكتروني للفرامل EBD ونظام الثبات الإلكتروني، كما دعمت بنظام التحكم والمساعدة عند صعود المرتفعات والمنحدرات ونظام ذكي لمراقبة ضغط الإطارات. واحتوت سواست DX3 على جنوط رياضية 17 بوصة ومصابيح ضباب أمامية وخلفية وسبويلر خلفي مع إمكانية تعديل مقعد السائق والراكب يدوياً، وشملت شاشة داخلية متعددة الوسائط 9 بوصة بلوتوث ومثبت سرعة وكاميرا خلفية رادار خلفي للركن ومكيف هواء وفتحة سقف كهربائية متعددة الوظائف. أما عن رأيي الشخصي فالسيارة تشبه إلى حد ما سيارة نيسان قشقاي. الخطوط والتصميم الخاصة بالسيارة جيدة جدا، حجم الشبكة الأمامي رائع ومتناسب مع تصميم الفوانيس والخطوط الخارجية للسيارة، لكن السعر يعتبر مرتفع إلى حد ما على سيارة صينية في الوقت الذي ينخفض فيه سعر الدولار وتزداد فيه المنافسة بين الشركات القائمة حاليا في السوق المصري، ولكننا لا نعلم عن خطة التسعير الخاصة بالشركة، وربما يكون هذا مجرد سعر مبدئي يصاحبه خصومات في الفترات القادمة. شكرا على المتابعة وانتظرونا في مزيد من التقارير، ولا تنسوا الاشتراك في القناة.